مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ونحن اسبوع المرأة واسبوع الاحتفال بالمرأة وعيد سعيد لكل نساء العالم، ودائما تحية كبيرة وقبعة ترفع للنساء المقدات، العيالات الحادقات، العيالات اللي كيعريو على كتافهم وكيجيبوا لقمة العيش بالحلال وكيوكلوا وليداتهم الحلال، كيقريو وليداتهم الحلال وكيعرسوا لوليداتهم بالحلال. واليوم معنا نموذج نتشرف به، نموذج مغربي، امراه توفى لها الزوج ديالها الله يرحمه الحاجه عائشه، خلى 4 ديال البنيات، خرجات خدمات في اوتيل في المطبخ، وخدمات واحد الحرفه اللي ما كيديروهاش الرجال العيالات وقليله، هي خدمه سمسار في العقار، انها كتبيع وكتشري في الديور، ما عندهاش وكاله وانما في القهوه الناس كيعيطوا ليها كتلاقى وسيط تجاري وسيط في العقار. والحمد لله كبرت الوليدات وزوجاتهم وهي مازال، وبغات اليوم تعطي واحد الرساله للمغربيات ان اللي بغات تخدم تخدم بالحلال وتوكل على الله سبحانه وتعالى وما غاديش يخيبها. السلام عليكم. والسلام حاجه عائشه، كديرا؟ السلام الحمد لله. حنا قربنا عيد المرأة، قرب 8 مارس، مبروك، الله يدخلوا الصحه والسلامه، مبروك مبروك يدخل على امتي محمد كلها الصحه والسلامه، والله ينصر سيدنا ويزيد فيها. الله يبارك فيك. الحاجه عائشه، انت كتخدمي واحد الخدمه اللي ماشي سهله، واللي يعني يقدر تدار بيك، يقدر الانسان يشري وما يعطيكش الناصب ديالك، هادشي كيوقع. لكن قبل كيفاش اختارت الحاجه عائشه هاد الحرفه؟ قبل فاش خدمات وكيفاش وصلت انها تخدم وسيط عقار؟ ايوا يقدر الا ما عطاني شيء، المهم انا كنمشي كنجاهد، الله سبحانه هو كيخلف ليا، ما غاديش غير ما يعطيني. سبحان الله، يكون ما عندوش حتى هو ويكون تحز عنده غداك شويه او الاكره عنده غداك شويه، ما عطاني شيء، يعطيني غير شي حاجه قليله، المهم كنصبر وكنعاون وكيعاون الله سبحانه وتعالى. دابا انت كتبيعي وتشري في الديور؟ لا، الا جاتني شي حاجه نبيع، جاتني الكران كري. دابا ماشي غير في الديور يعني كيقول لي جيبي لي شي واحد تديني الشاي ياك. السلعه ديالو ثاني هكا كل اللي جاتني عندي كنوصلو للبلاصه، كنحقق البلاصه واش موليها، ياك ما كانش شي حاجه ديال التغيير، ياك ما فيها سبحان الله شي حاجه سمو، عاد كنلاقي الناس. انت معروفه في السوق، انا نهار واحد النهار كان عندي تصوير هنايا راه كلشي كيقول الحاجه عائشه الحاجه عائشه. انا هي معروفه في السوق، معروفه من ايام الخدمه، مازال ملي كنخدم معروفه، عاد زيدها ثاني ملي دخلت للحقاق معروفه. واخا كيفاش بدات حياتها الحاجه عائشه والسنوات ديال الكفاح؟ راه ماشي سهله، كان الراجل الحمد لله كثير كانوا راجلك؟ كان من جهه وانا من الوالد من جهه ديالي ملي كان باقي حي الله يرحمه، وانا من جهه توفى الوالد عودت على راسي. ومن توفى الراجل؟ خرجت عودت على راسي. صافي ما كاين غير كتافي وحالة. 4 البنيات صعاب. هو كبروا بخير، عمرهم ما تخصوا، عمرهم ما تسلفوا، عمرهم ما بقوا على شي واحد، عمرهم ما احتاجوا حد. لا ما كسوتهم لا من ما كلتهم لا الحمد لله، واخا كنشد شوية ربي كيكتبهم. عند الله كيولي فيه البركة. هي الحلال والعرق. قلتي لي اللي بغات تعيش تعيش بالحلال. والعرق. احنا غاديين باقي غادي ان شاء الله، نتمناو الخير. قريتي البنيات زوجتي؟ ايوا وصلت الشهاده كنحيدها، كاع ما كتوصل الشهاده كتمشي تجوج. جوجتي صغار حتى الحاجه؟ صغار، الوالد ديالي كان باقي حي قال لي حيدو، كنشبهم البنات صغار الوقت خايبه. احسن مزيان مالهم، راهم كلهم تبارك الله، ما كاينش اللي كتهز، ما كاينش اللي يحندهم بديورهم قادين على راسهم، بديورهم بوليداتهم الحمد لله. على راسهم. قلتي نزوجهم صغارات، نحيد عليا المسؤوليه صعيبه. ولا تيبقاو بحال هذا الشكل، دابا الا بقاو بحال هذا الشكل في الوقت ما بقاتش كي كانت حسن، ماشي غادي نخليهم انا نقول بلاتي يخدموا يجيبوا لي، لا يجيبوا شي، انا قد على راسي خليهم يستروهم ياك، ماشي نتمنى بلاتي دوك البنات يجيبوا، لا حنا كنقدوا بروسنا، كنحتاجو البنات يخدموا علينا، الوالدين ديالي وباك على الوالدين ديالي. ياك، قادة براسك تبارك الله. قادة براسي، نتسنى انا تجيب لي علا، وانت تسترك مشيت تشد الحالة وتسترك، كيما نهار مشيت انا تجوجت 12 سنة، هاكا كيف كيقولوا، 12 سنة تجوجت.
تزوجتي في عمرك 12 عام؟ 12 سنة ما كانش كيدير سنة وبا كان معروف وداك الشيء والحمد لله تبارك الله عليك. واخا كنعرفوا ان وسيط عقاري هذيك يديروها غير الرجال، كيفاش دخلت الحاجة عيشة وسط الرجال ودارت راسها وسط دخلت مع الرجال وعرفتيها ان مهنة ديال الرجال؟ عرفتها ديالي وكنمشي مع الرجال وكنغامر وما كاينش واحد زعما اللي عمرو كيحترموني من صغري. شجعوك؟ ما كاينش واحد اللي كاينين شي ناس كبار داك الشيء كيشجعوك كيشجعوك واخا تجيبي شوية واخا ما تجيبي واخا المهم صافي مشيت معاها. نبكي علاش اختاريتيها؟ اختاريتها راه صعيبة فيها صعيبة، خصك تعرفي شكون من غادي تكلم، خصك تعرفي شكون اللي غادي تدير ديك الدار، واش مزيان ولا ما مزيان، حيت غادي تختاري بحال ما قال غتختاري كرشك، واش نقي ولا ما نقي، ماشي تدي واحد الانسان مجرم تدير شي دار ولا واحد موظف كيبيع شي دار، لا خصك تعرفي، والحمد لله، وتا حنا غير الناس اللي مزيانين هما اللي كنتعاملوا معاهم. ما كاين زعما ما كاينش واحد اللي غادي يقول لي شي ولا عمرك تعرضتي للنصب؟ لا مع ما ضيعك شي واحد في حقك وهذاك الشيء ما تسوليش فيه الا ما عنده مسكين باش الا ما عنده شيء عطاني غير شويه نقول الله يخلف قول لي ما يخلف غادي نبقى نخسر اسمو سمعتي معاه لا ولا ما عنده شيء عطاني ديك شويه اللي شرط لي قولوا لي لا لا تنقلع بيه تنقول الله يخلف الله سبحانه وتعالى تنزل فيه البركه. شحال من عام وانت في هذه الحرفه؟ ماشي بزاف كنت في الكوزينه تكون دروك شي 12 عام وانت في هذه الحرفه تبارك الله راه عمر راه عمر تبارك الله ولكن قولي بحال 6 سنين غير شطاج ياك سنين وانت غير كتعلمي شطاج هكا تعلمي وتمشي شي تخلصي شي ما تخلصي وغادي وتمشي مع جوج ولا ثلاثه يتخلصوا ويعطوك وسط منهم شويه نعم يعني باش تربي الحرفه عرفتي العباس ديال الحرفه القواعد ديالها دابا وليت عز راسي جاب الله شي حاجه انا مع واخا يكون معايا واحد اخر ولا سمو ما جاب الله شي اليوم من واحد الشهر شهرين يجيب الله ما ندير شي وكي دايره مع كورونا دابا الخدمه في هذا الشيء ديال الوساطه ياك واقفه الخدمه انا راه كنت حصلت في العروبيه جلست فيها حبسوني تما جلست فيها مع الورقه وداك الشيء ما جيت اربع شهور ولا خمسه ودابا يلاه بديت وانا كنشري هي واقفه الحركه اللي كتقولي كي بنتي في السوق خصك تبقاي في السوق الا غبرتي من السوق يقول لك ما عطاش دارت هذه غبرات في السوق كاين ولا ما كاين خصك ديما تبقى واخا عندك واخا ما عندك خصك تباني تبقى في وسط السوق تعرفوك الناس اللي ما عندك عندك الله وربي ما كيخليكش شتي اللي مؤمن واللي اسمو الله سبحانه هو الا فتح لنا الشق الا يريق لنا كاين شي واحد يعني اليوم بغينا تكوني نموذج نساء المغربيات باش تنصحي العيالات يعني انت هانتي ما قارياش خدمتي تبارك الله ودخلتي لواحد العالم اللي ماشي ساهل وكافحتي وربيتي وزوجتي وباقا مازال قلتي لي انا ما ناخذش من عند بنتي الفلوس انا نعطي وما ناخذ وحتى شي واحد لا كان يتيم ولا كان مسكين ولا شي حاجه انا واخا ما يكونش عندي داك الشيء اللي كيجي نعطيه ما نخليش بلاش نخليش بلاش شنو تقولي للعيالات؟ نقول لهم كونوا عيالات وتحزموا الله يعاونكم والهجال الله يعاونها وإلا قدرت تخدم وتضرب العرق ديالها ما تكره الشاي غتجاهد راه الله سبحانه وما تيخلي لا اللي خايب ولا اللي يزيد ياك ربي كيفرجها سبحانه وتعالى كل واحد اللي عنده ولا اللي ما عنده كلشي غادي يعيش الحمد لله كلشي غادي يعيش غير الانسان يدير الخطوه الاولى وغادي مع الله ويخليها عند الله سبحانه وتعالى بحال الارض اللي كتصب كتكون ناشفه ولكن الله سبحانه ملي كيسقيها كتفتح ورا الله هكا داير لينا حنا ما كيخليناش الحمد لله حتى كنتي داري ما انت عند الله واخا كاع شي واحد يبغي يدير لك شي ما عند الله كيحيدوا عليك الله عندنا رزقنا عند الله نديروا السبب صافي نديروا السبب والكمال على الله هو راه الله سبحانه هو خطوه بخطوه ورا غادي معك راه كاين في الايمان ديالك والحمد لله الله يخسرنا والله يخسر لي هو مؤمن وحاجه اخرى الحاجه عيشه ما عندكش وكاله ما عندكش اجونس انت كتخدمي بحال كقهوه كتجي عارفينك الناس كتجي لهاد القهيوه هي فين تلاقيتك داك النهار اي هادي عيط لي شي واحد من شي بلاصه نمشي ليها عيط عليها لدارو باش نمشي نشوف دارو نمشي عندو جا عندي نديه انا صافي وهاد القهوه هي بلاصتك شارع المقاومه باش يعرفوك الناس فين كتكوني من المقاومه نقولوا حاجه عيشه يجيبونا عندك
مرحبا بك وقت ما جيت. الله يبارك فيك. يعني كتجي القهوه كتجلسي؟ القهوه كنجلس راكيل بوحدي، ما كدرجو قام، ما عنديش مع باشا. الا كان كليان ديالي نجلس معاه بحال كنت يا بالاستاذه، ما كانش هذاك الشيء واخا يهضروا معايا. كان الاحترام من صغري. علاش قلتي شي واحد زعما يتبسل عليك؟ الا من صغري الشوفه ديالي يقرب ليا بنادم ندير فيها باش الاحترام. وتبارك الله عليك، نمشي معاها كنمشي بحال راجل في السوق. لا باينه فيك تبارك الله. راه ديك المره تلاقيتك واليوم عاوتاني تلاقيتك ثاني مره كنتلاقى ان شاء الله باش بنادم يبقى ديما نقي وغادي بصح الانسان يمشي في الطريق المستقيم وما يخاف حتى حاجه. ما يخاف حتى حاجه الحمد لله. ايوا كي قلتي الوكاله ما كاينه، الوكاله هو محمد السادس الوكيل ديالنا والله سبحانه هو هو اللي عمل فينا. عطاه البنات اللي عنده ما يدير عطاه يمشي يديرها الحمد لله. يعني الحمد لله ماشي زعما يعني يفتح فرص، عطاه فرص كل انسان يتحرك من شي يتحرك بنادم ماشي لا بي. والحمد لله هذه هي من فضل الله سبحانه وتعالى. ونتمنوا خير باذن الله تعالى. ما بقيناش فيك الحاجه عيشه مشاهدينا، كيف تبعتوا معنا مرات تبارك الله ما قارياش ربات وليداتها قراتهم زوجاتهم خدمات كوسيط عقاري كتكري كتشري كتبيع الديور كتدخل فحال كنقولوا سمسار حنا بالدارجه هي وسيط بهكا وكتاخذ النسبه ديالها وهي عايشه الحمد لله. وقالت واحد الكلمه قالت لك الانسان يمشي في الطريق ديال الحلال وربي ما غاديش يخيبه. ما بقى لي مشاهدين الى نتاعكم الحمد لله. دمتم في امان الله، الى اللقاء.